النهارده يمكن كمان وفي تأكيد على قيمة الأهلي الكبيرة ومكانته الكبيرة جدا. النهارده جياني ألفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حرص انه يهنئ النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بعد ما تم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري للمرة ال 42 في تاريخه. النهارده ألفانتينو أرسل برقية قال فيها: أتقدم بخالص التهاني إلى النادي الأهلي المصري لتتويجه ببطولة الدوري العام لموسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي. كمان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان بيقول انه تحقيق الاهلي لهذا اللقب جه نتيجة عمل دؤوب والتزام من النادي الاهلي، وانه على الجميع داخل النادي ان يفخروا بهذا الانجاز الهام. تصريح مهم جدا على المستوى العالمي. انفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيبعت تهنئة للنادي الاهلي.